المجتمعي للدراسات للاستشارات والدروس. لا بد لنا أن نعرف في هذه الفعالية بشيء سنعيد هذه المدينة ولهذه المدينة كاملة، اختيرت لأنها كانت السباقة لاختيار نشاطاتها في الأيمن، ذوي الاختصاص والخبرة والأكاديميين للشباب للتعاون. أشكر هذه الدعوة الكريمة من مركز الرشد ومؤسسة بيتنا. الجواب نعم ولا. موضوع الندوة هو حقيقة راح يسلط الأضواء الكشافة على تداعيات الاجتماعية والاقتصادية اللي تنعكس على يعني مواطنين بعامة في العراق من جراء قرار البنك المركزي العراقي المفاجئ اللي فاجأ المواطنين حقيقة يعني، وبخاصة شريحة يعني الموظفين من ذوي الدخل المحدود، وكذا الحال فيما يخص الشرائح الفقيرة أيضا. على سبيل المثال أن المرحلة العاشرة من سلم الرواتب اللي هي كان فيها بحدوث 850 ألف موظف يعني مع أسرهم يعيشون تحت خط الفقر، أضيفت درجة يعني مرتبة شريحة يعني درجتان، الدرجة الثامنة والتاسعة ليكونوا من ضمن خط الفقر بسبب التخفيض اللي حصل في قيمة العملة اللي من كان الدولار الواحد يساوي 1190 دينار عراقي إلى 1470 دينار بنسبة تتراوح 22%. في هذه الندوة نحاول أن نسلط الضوء على الأزمة الراهنة نتيجة ارتفاع صرف الدولار، وفيه أيضا سيكون هناك حوار مع مهتمين ومختصين من هذه المدينة بعد طرح ورقتين تقدم بهما أساتذة مختصين من جامعة الموصل، ومن خلال الحوار نتمنى أن نصل إلى نرجو أن نصل إلى بعض الاستنتاجات سوف نقوم بتقديمها للمسؤولين، وأيضا نعلنها للمجتمع بشكل علني لكي يكون الناس على بينة من هذا الأمر، ومن الله التوفيق بإذن الله. حضرنا هذا اليوم لمناقشة موضوع أعتبره موضوع الساعة، وهو تأثير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على الواقع المالي والاقتصادي والنقدي في العراق بشكل عام وفي محافظة نينوى بشكل خاص. طبعا هذه الفعالية من الفعاليات المهمة التي يجب أن يتم تسليط الضوء من خلالها على الواقع الاقتصادي والمالي والسوقي لما يحتاجه في الوقت الراهن. والحقيقة المحاضرين الذين كانوا في هذه الفعالية أو الندوة السنوية أساتذة أكاديميين وأساتذة مؤثرين ويؤثرون في الساحة العلمية والأكاديمية، والأستاذ الدكتور سرمد كوكب الجميل حقيقة هذا أحد أساتذتي الذين كانوا يقومون بتدريسنا في مرحلة الدكتوراه، وهو رجل مختص وسوف يلقي الضوء على هذه الجوانب بشكل علمي وأكاديمي ينعكس إيجابا على الواقع المجتمعي في الموصل. يقيم مركز الرشد المجتمعي للاستشارات والبحوث وبالتعاون مع مؤسسة بيتنا للثقافة والفنون والتراث الندوة السنوية الثالثة لمركز الرشد، والتي هي بعنوان التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة النقدية الراهنة. أثارت قضية رفع سعر صرف الدولار بالقياس إلى العملة المحلية الكثير من المشكلات والكثير من التأويلات والكثير من ردود الأفعال، غالبيتها جرت على المستوى السياسي والمستوى الإعلامي. ارتأينا في مركز الرشد أن نتناول الموضوع من وجهة نظر علمية يتحدث فيها مختصين في هذا المجال. نحن نتوقع أن يكون لذلك الرفع لسعر صرف الدولارات تأثيرات سلبية في مجالات كثيرة على المجتمع، ذلك أن عدد كبير أو نسبة كبيرة من المجتمع العراقي هي أصلا تحت خط الفقر، ورفع سعر صرف الدولار معناه أنه سترتفع أسعار كثيرة في يعني في السوق، وبالذات المسائل الخاصة بالمعيشة.